عشان النفس. دلوقتي المفروض هروح اقابل صديقي زكريا. زكريا من مكان ما في الغرب، غرب ايران او شرق ايران. المفروض ان هم اسمهم عرب ايران، هو بيتكلم عربي عادي زي لهجه العراق كده بالظبط، وبيتكلم ايراني برضو. فدلوقتي هروح اقابله وهنروح عصير. هنروح نلفلف شويه في طهران، نروح الاماكن المشهوره، وبعدين ونجرب كل الاكل الايراني والكلام ده كله. يلا بينا. سو زكريا، وين ار وي جوينج؟ او هنروح فين؟ انت بتتكلم بالعربي يا ولد. رايحين الى مكان يسمى بالفارسي بام طهران. بام طهران. بام طهران. اها. اسمه سقف. سقف طهران. سقف طهران. سقف. اوكي، اعلى حته يعني. سلام 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 سلام. احنا بنقول سلام. توقفنا عند هذه المنطقة بسقف طهران، بس الحمد لله بسبب كورونا قافلة. فدلوقتي هنروح ناكل بقى. What is this? It's Iranian pastry. It's like dessert, right? Yeah. What is the name? رشته خوشخار. رشته خوشخار. شايفين بقى ده يعني بجد عايش ايه. هنا في الاكل الايراني دايما بيبقى فيه ترشي في اي حاجه، عندهم كل انواع الترشي حرفيا، انواع مختلفه من الزيتون، وبيحطوا له صوص كده مختلف، خيار، ليمون، فلفل، كل حاجه. دي حاجه بصراحه تحفه. سلام. هلا سلام. بعد تغيرات في الخطط قررنا نعمل حاجة أحسن ومور efficient، يعني إن احنا نروح البيت ونطلب الأكل من المطاعم الكويسة، عشان معظم المطاعم قافلة عشان كورونا او مش قريبة او كل الكلام ده. فالافضل ان احنا نطلب كل حاجة، وابقى قاعدة بقى برواقة كده اقول لكم ده ايه وسعره ايه وكل الكلام ده. فرايحين دلوقتي، مروحين البيت. Okay, we have the chicken kebab. Chicken kebab كده كده. We have beef kebab. I want the mix actually. Yeah, okay. اهلا اهلا. النهارده في الفيديو ده احلى فيديو بالنسبه لي بجد، دايما في اي بلد ان انا اكل او اجرب الاكل الايراني او الاكل البلدي بتاع كل بلد يعني. ومعايا في الفيديو النهارده زكريا، فهو اقترح ان احنا نجيب الاكل هنا في البيت عشان كورونا، كل المطاعم قافله، ما نعرفش ان احنا ناكل جوه المطعم، واعمل جوله الاكل جوه البيت بحيث ان الموضوع يبقى اعرف اشرح لكم واقول الاسعار وكل حاجه، وهو طبعا هيبقى الجايد بتاعنا يقول لنا ايه اللي احنا بناكله ده عشان ابقى عارف احنا بنعمل ايه. فاحنا جبنا اكل حرفيا هنعزم كل اصحابه بعد ما نخلص الفيديو عشان كتير جدا، بس ايه حابه اجرب حاجات مختلفه. يلا بينا. So this is شوربه، it's special مكرونه. عربي ده؟ اوكي عربي. بقولهم بيتكلموا عربي. بيرفكت. يسمونها اش. اش بالفارسي. دي المفروض ما اسمهاش مكرونه، اسمها اش. اش رشته. اوكي. اش رشته. رشته ذيس از هذا يسمونه رشته. يسمونه رشته. اوكي. شبه المكروني. عامله زي المكرونه كده بس اسمها رشته هنا بالايراني. في خضروات، في يسمونه كش سابق. وحمص. حمص. خضروات، كثير من الخضروات. ولبن رايب. ولبن صح؟ رايب. صح. ايوه. وبصل. بصل وثوم. هتشموا ال واو. I like it. لذيذ.
وبعدين مع كل الحاجات المحطوطه هي مش تقيله خالص. يعني هتلاقوا ان انتوا اكنكم بتاكلوا ايه مثلا؟ لسان عصفور مثلا. بتعرف لسان عصفور؟ اه والله واو. بصوا ولا اي حاجه، مفيش اي اختلاف. نفتح بقى دي الوليمه، ده جرجير ولا نعناع؟ اوكي anyway. هو العيش يا جماعه الايراني هنا، اولا هو مش عيش واحد، هو انواع مختلفه من الخبز. يعني هو ده عامل زي التميس اللي كان في السعوديه، مش عارفه اللي راح السعوديه هيعرفه. بجد العيش نفسه لوحده بستمتع بيه بصراحه. ده بقى المفروض كباب فراخ وكباب لحمه. في كباب يسمونه شيشليك. This is هذا الشيشليك من لحم بيف. اها. وهذا لحم غنم. وهذا دجاج. انا بفضل الدجاج. فراخ. وهذا الصوص سبيشال صوص مالهم. ده ايه بقى؟ صوص رمان. اه رمان. هنا على فكره انتوا بتاكلوا رمان كتير عامه، وحتى العصير وكل حاجه الرمان بالنسبه لهم زي البرتقال عندنا كده. دي توميه. هذا روبا بيف وايلد جارليك. ثوم وحشي. ثوم وحشي. ممكن ترانزليت؟ مفيش حاجه اسمها وحشي خالص. اوكي هنجرب ده برضو. اه ده الرز صح؟ كان في رز. اوه هنا ايران برضو بياكلوا. ايران بياكلوا رز زينا مع كل حاجه. اه بجد بحب الاكل الايراني بصراحه. غايمه ده غايمه برضه. ديفرنت غايمه. ديفرنت غايمه. ده الرز صح؟ واو. ده ايه بقى؟ مخلط ميكس. بس يعني اقصد جوه في ايه؟ في غايمه. في غايمه برضه. في غايمه. وايه اللي فوق ده؟ رمان؟ هذا تشيري. تشيري؟ يسمونه زرشك. ورز؟ ورز، زعفران. زعفران. وبصل. اها. وبيستا. بيستق. وفي جوه لحمه صح؟ نعم. منس مي هي لحمه مفرومه ولا لحمه عاديه؟ بصوا عاديه، لحمه عاديه. أوكي. مش منس. اسمه يعني هو اسمه غايمه برضه. غايمنه صار. غايمنه صار. سويس. شوفي في رمانه ايضا. عارفين من جوه لما بتاخده بتلاقوا الصوص كله مليان كده بتاع رمان ومكسرات وزبيب ولحمه وكل حاجه. اول مره اجربه ده. هو ميكس غريب بصراحة. أول مرة أجرب. عندنا عارف الكبسة صح؟ الكبسة برضه بيبقى فيها مكسرات وزبيب. مكسرات ومكسرات لحم أيضا. بس الرمان مختلف. مدي طعم مختلف. الصوص نفسه تحس إن هو لا بس أجرب بصراحة. This is the salad. يسمونه سلطة شيرازي. سلطة شيرازي. في خيار. في طماطة، في بصل مع بهارات وليمون وهذه زي السلطة الخضراء عندنا ولا في حاجة مختلفة؟ خلينا نجرب. نفسه بس البهارات يمكن مختلفة. بهارات. في بهارات كتيرة قوي. أنا أي حاجة فيها ليمون بحبها، وبعدين فيها ليمون كتير فأنا مبسوطة دلوقتي. نبقى نجرب ال الكباب. بس لازم احط رز الاول برضه. ده بقى نفس المستوى بصراحه بتاع المشويات في مصر. فاكرين لما الفيديو بتاع تركيا الاكل لو ما شفتوش ممكن تشوفوه من فوق هنا. قلت لكم ان عندهم اللحمه مش عارفه انهي لحمه بيستخدموها، بس طعم اللحمه موجود فيها. عارفين اللي هو بيبقى ريحه الخروف غالبا بيستخدموا خروف. انا عارف اللي هو انا ما بحبش البيف قوي عشان بيبقى يعني سترونج فاهمني. بس ده لذيذ بصراحه، مش قوي خالص. يعني عامل زي الكفته عندنا كده، ما بيقولوهاش كفته بيقولوها كوفته صح؟ كوفته. كوفته مينز معناها بالايراني يعني قال صح او قالت. قالت جوفت. جوفت تسمعوها كتير اللي هو مش فاهمه ده يعني بيقولوا كفته ليه كتير كده. هجرب بقى عادي. اوكي يلا شوي. يلا.
نفسه عندنا بالظبط. اوكي مفيش حاجه مختلفه هنا. ده يا مان جبس رمان ويساي جبس رمان جبس رمان عند زيتون مخلط مع بيستا مع كثير من مكسرات بهارات مكسرات عند صوص رمان جامد. شايفين عامل ازاي؟ عندهم مخللات بجد لا تنتهي من كتر الانواع من كتر الحاجات اللي موجوده. اتفضل يا باشا. شكرا. لسه جعان؟ لانج بريك اوبن سبيس بريك بريك قط قط. انت عارف بقالي قد ايه ما اكلتش لحمه؟ شو؟ مش ربنا في مصري او عربي بس مش عكس السعودي فكره لهجتي يعني لهجتكم كثير مختلفه بصراحه. اوكي سو قايمه اوكي ولا خانم خلاص ما في بيا. دي بلحمه برضو. انا عاجبني ان فيها مكسرات كل حاجه هنا فيها مكسرات ودي حاجه اصغر اصغر شويه اصغر شويه بس لا خطيره 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 صوص الطماطم ده نفسه بصوا عاملين عامل ازاي يعني شايفين الصوص تقيل ازاي طعمه بصراحه مختلف برده عن اي حاجه تانية هنا في مصر. ايه ده ما كناش عيش في كتير من الزعفران. زعفران انتوا بتستخدموا كتير زعفران عامه انتكت من الكلام ايه بقى ده حليم كشوربه في حليب في لحم في طحين في سمسم في دارسين سينمون لا تعرف دارسين وحذروا بقى ده في الاخر حاجه مالحه ولا حاجه يعني حلويات هي طلعت حلويات بعد ما فيها لحمه وفيها كل الكلام ده بيحطوا عليه سكر وبياكلوه هي عامله زي الشوربه مش عامله زي الشوربه هي زي الرز بلبن شويه بس مطحون اكتر تحفه وعليه بقى سمسم وحاجات تانية كتير وشوربه وبتاع انا بصراحه جربته قبل كده وعجبني بس ما جربتوش بالسكر فهجربه بالسكر ومش عارفه اقول لكم ولا لان انا خلاص مفيش مساحه دلوقتي بصراحه فدي من ضمن الحلويات وكان في خلينا نوري لهم القطايف بتجيبوها من محل عامله زي القطايف عندنا ده اللي انا متخيلاه انا لسه ما جربتوش بس المفروض ان احنا لازم نقليها في زيت وبعدين بناكلها دي حلويات من ضمن اكتر الحاجات المشهوره هنا اسمها ايه؟ رشته خشكر رشته خشكر جربوا بقى رشته خشكر ده اتمنى ان انا اكون وريتكم او ان احنا نكون وريناكم اكل متنوع هنا في ايران واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستنوا فيديوهات اكتر عن ايران وكل الحاجات اللي انا عملتها هنا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وهنروح ننام دلوقتي باي باي الكاميرا